ها؟ قبل نص ساعة من انتهاء العام 2021 أكثر من 1,000,000 شخص في غادة الشانزليزيه منتظرين ساعة الصفر. نحن في الشانزليزيه معلنة سنة جديدة، سنة 2021، وهو من بلاصة كونكورد إلى قوس النصر. هنا قوس النصر، ها هو قوس النصر. الملايين، أكثر من 1,000,000 نفر يفترشون الطرقات انتظارا لساعة الصفر بإعلان سنة جديدة. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي هذا